الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول سبحانه: والله لا يحب الفساد. ويقول سبحانه: والله لا يحب المفسدين. ويقول سبحانه: إن الله لا يحب المفسدين. ويقول سبحانه: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بهذا التنوع الأسلوبي في النصوص القرآنية تأكيدا على رفض الفساد بكل صوره وأنواعه، أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبما تقوم به الدولة المصرية في مواجهته عملا على القضاء عليه، فإنني ألخص حديثي في 3 نقاط. النقطة الأولى: أن مواجهة الفساد أحد دعائم أي حكم رشيد، فالحكم الرشيد يقوم على 4 دعائم أو 4 أركان أساسية، هي إقامة العدل، ومواجهة الفساد، وحرية المعتقد، والعمل على تحسين أحوال الناس. والحفاظ على المال بصفة عامة، وعلى المال العام بصفة خاصة، أحد الكليات 6 والمقاصد السامية التي أحاطها الشرع الحنيف بمزيد من الحفظ والعناية والصيانة. فشرع لحفظ المال حد السرقة، كما شرع الضمان والحوالة والكفالة والوكالة، وحسن الشرع على الوفاء بالحقوق وأداء الديون والأمانات وكل ما يحفظ الحقوق العامة والخاصة. وجلس رجلان يتحاوران، فقال أحدهما لصاحبه: يد ديتها إن قطعت 500 دينار من الذهب الخالص، هذا إن قبل ورضي صاحبها بالدية وعفى عن القصاص وقبل بالدية، ما بال هذه اليد التي تودى 500 دينار تقطع حدا في ربع دينار
وأنشأ يقول: يد بخمسمائين، أي بخمسمائة من عزجد الذهب الخالص، يد بخمسمائين من عزجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناي؟ فأجابه صاحبه: عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة فاحفظ حكمة الباي. هذه اليد لما كانت أمينة كانت عزيزة شريفة غالية مصانة محفوظة، ضمن لها الإسلام الحفاظ عليها شأن عزة صاحبها. فلما هانت وزلت وامتدت إلى الحرام أصبحت رخيصة مهينة ذليلة لا قيمة لها ولا لصاحبها. هذا هو المنطلق الأول. أما النقطة الثانية فنؤكد على أن المال الحرام سم قاتل مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة، لن يرث منه إلا الأمراض والهم والحصأ والشقاء. وقد قالوا: جمع الحرام إلى الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، أخذه في طريقه. هذا في الدنيا. بعض الناس قد يتحايل على القانون أو يمكنه حتى الإفلات منه، ولهؤلاء نقول: من أفلت من حساب الخلق لا يمكن أن يفلت من قبضة الخالق. من أفلت من عقوبة الدنيا أو حساب الخلق لا يمكن أن يفلت من قبضة الخالق. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تستطيع أن تستر ولا أن تخادع ولا أن تقاتل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم أن يقال لك: يا ابن آدم يا ابن آدم، جاءوا ودفنوك وفي التراب وضعوك، وعادوا وتركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. بعض العامة كان يقول لك: لماذا التقاتل على المال الحرام ولا يأخذ إنسان منها سوى الكفن؟ قال بعض الحكماء: حتى الكفن لن تأخذه إلى أمد طويل، فالكفن بعد قليل يبلى ويقول لك رب العزة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما ولدتكم أمهاتكم، كما بدأنا أول خلق نعيده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة، تقول السيدة عائشة: الرجال والنساء يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد يا عائشة يوم ترونها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولقد جئتمونا فرادى، لا مال ولا ولد ولا حتى الكفن، كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فالعاقل من يغتنم دنياه لآخرته. نسأل الله أن يغنينا بالحلال. توبوا إلى الله واستغفروه.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. النقطة الثالثة والأخيرة والتي أختم بها حديثي هذا هي التأكيد على أن مواجهة الفساد ماديا أو إداريا، سرقة أو رشوة أو غشا أو اختلاسا، واجب شرعي وواجب وطني وواجب مجتمعي ومهمة مجتمعية تحتاج مشاركة الجميع في مواجهتها والقضاء عليها. وهذا ما علمنا إياه ديننا الحنيف، حيث يقول الحق سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أولو عقل وفهم، ماذا يصنعون؟ ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ما انتبه وما كان منهم إلا القليل. وهؤلاء هم الناجون الذين يواجهون الفساد وينهون عن الفساد وتتمعر وجوههم عند رؤية الفساد. ويقول سبحانه في الجانب الآخر في أمان المصلحين: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم تأتي المقابلة اللغوية: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالطيب تجد أثره بركة في حياتك وفي صحتك وفي زوجك وفي أبنائك وفي أحفادك، وكان أبوهما صالحا. أما الخبيث فلا تجني منه إلا الحسرات والندم في الدنيا والآخرة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام، اللهم اغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عمن سواك. اللهم باعد بيننا وبين الفساد والمفسدين كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا دينا إلا سددته، ولا همّا إلا فرجته. واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.